اهلا بيكم احبائي مشاهدينا في كل مكان، وحلقه جديده من كلمه الحياه. عنوان حلقتنا النهارده بعنوان التسبيح في حياتنا. والحقيقه النهارده مش هنتكلم عن التسبيح، لكن احنا هنسبح وهنرنم. والنهارده معانا شخصيه جميله مشهوره بصوتها العذب، مشهوره بصوتها الروحاني الجميل، بيمتعنا في القداسات بصوته وبألحانه الجميلة. الحقيقة هو غني عن التعريف، يعني أنا يعني يمكن كلنا سمعنا عنه، في ناس عارفاه كويس وفي ناس يعني اتعرفت عليه لما جه في وسطينا، لكن هم بيسمعوه دايما في على الألبومات بتاعته. هو الشماس بولس ملاك. الحقيقة مش بس صوت جميل، هو صوت روحاني. أهلا بيك يا بولس. أهلا حضرتك تسوني، وأهلا بكل أحبائنا المشاهدين في كل مكان. سعداء جدا نكون مع حضرتك. إحنا اللي سعداء جدا أنك معانا، ومعانا كمان الزوجة الجميلة المرنمة فايزة نسان. أهلا بيك يا فايزة معانا، مشرفانا. أنا الحقيقة سعيدة جدا، أنتوا مش غرب عنا، يعني صوتك وألبوماتك وصل لنا قبل ما أنت تيجي، وتشرفنا في لوس أنجلوس وتشرفنا في لوجوس كمان. حضرتك خادمة عظيمة، وليكي برضو باع كبير في الخدمة وفي التسبيح، وإحنا بنتعلم من حضرتك. لا ربنا يخليك يا خالص، ربنا يخليك. الحقيقة التسبيح جميل، ويعني أنا بشوف كده لو مرة قلنا إيه يلا نعمل سهر التسبيح، تبص تلاقي الكنيسة مليانة. لكن لو قلنا مثلا تعالوا نعمل سهرة وعظ، ما افتكرش. يعني التسبيح الناس بتحب تسبح قوي، يمكن نص ساعة وعظ بيستكفوا بجد. صحيح. خلينا نكون صراحة، يعني صحيح. لو أبونا طول شوية في الوعظة تبص تلاقي الناس ابتدي تتململ، ويعني إنما التسبيح جميل. ممكن نقعد طول الليل نسبح ونرنم، ويقول كده في مزمور 22:3 أنت هو القدوس الجالس في وسط تسبيحات أورس إسرائيل. يعني الناس بتحب التسبيح، أنت رأيك إيه؟ هو التسبيح بينقل الإنسان إلى حالة روحانية. دايما احنا بنصلي في تحليل صلاة الساعة الثالثة في الأجبية، ونقول انقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد. التسبيح عنصر مهم جدا، بينقل الإنسان إلى حالة روحية روحانية، يطفي على الإنسان فرح وبهجة وسعادة. فعلشان كده الواحد مش بيمل أبدا من أن هو يكون مسبح طول الوقت. وكل ما زاد وقت التسبيح كل ما دخل الإنسان إلى حالة فرح وحالة بهجة أكتر وأكتر. يعني بالضبط بالضبط. عشان كده يقول ادخلوا إلى حضرته بترنم. بترنم صحيح. علشان كده أنا مدام أنتم معانا وهنرنم، يبقى نقول نبتدي ترنيمة عشان ندخل في جو التسبيح. تحب ترنموا إيه؟ نحب نبتدي بترنيمة ما أحلى أن نجتمع معا بالحب يقول الرب جميلة. لنا نجتمع باسم سناني معا إلا وهناك أكون أنا. تمام جميلة خالص، تفضل. الصوت راح. الصوت يا جماعة علي من هنا. ما أحلى أن نجتمع معا بالحب يقول الرب لنا نجتمع باسم اسنان معا إلا وهناك أكون أنا. ما أحلى أن نجتمع معا بالحب يقول الرب لنا ما اجتمع باسم اسنان معا إلا وهناك أكون أنا. يا رب تعالى الآن هنا ندعوك، تعال وكن معنا، من روحك املانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. يا رب تعال الآن هنا ندعوك، تعال وكن معنا، من روحك املانا
سلاما لا يعطيه غنى. أنت لنا عون وسند في كل طريق نسلكه، وصديق ليس سواه، لكن نعطيه القلب نملكه. أنت لنا عون وسند في كل طريق نسلكه، وصديق ليس سواه نجد، يعطيه القلب نملكه. يا رب تعال الآن هنا، ندعوك تعال وكن معنا، من روحك إملانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. يا رب تعال الآن هنا، ندعوك تعال وكن معنا، من روحك إملانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. الرب هنا دوما معنا، ما أجمله ما أشبعنا، سنكلمه وسيسمعنا، وسيبقى لنا فينا معنا. الرب هنا دوما معنا، ما أجمله ما أشبعنا، سنكلمه وسيسمعنا، وسيبقى لنا فينا معنا. يا رب تعال الآن هنا، ندعوك تعال وكن معنا، من روحك إملانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. يا رب تعال الآن هنا، ندعوك تعال وكن معنا، من روحك إملانا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى. فعلا لو كل مجموعة قعدت مع بعض، بدل ما الناس تقعد تتكلم في الفاضي ونمسك سيرة ناس، يبقى أجمل حاجة أن الناس فعلا تقعد تسبح وترنم ربنا. يعني بيقول في أفسس كده، أفسس 5:19، بيقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. يعني كل حاجة، يعني هنا مزامير تسبيح، اللي حافظ تسبيح يسبح، اللي حافظ ترنيم يرنم. صحيح صحيح. هو ربنا كمان ادانا وعد، ولكنه حط شرط لهذا الوعد. قال إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. فهو وعد إن هو يكون في وسطنا. صحيح. بس بشرط أن نجتمع باسمه. بالظبط. فطبعا لما بنجتمع للتسبيح والترنيم لاسم ربنا يسوع المسيح، بيكون اجتماع باسمه، فهو بيكون حالل في الوسط، وبيعطي تعزية، ويملي القلب، يعني يملى القلب بفضائل كتير. صحيح. بتغمر الإنسان يعني. بالظبط. الحقيقة أنا عايزة أتكلم على الصوت الحلو في التسبيح وفي الألحان. يعني ده بيفرق كتير قوي في القداسات بجد. يعني أنا بحب أتكلم بصراحة، يعني لو شماش شاذ بيضيع روحانية القداس، بيضيع روحانية التسبيح. فنعمة من ربنا قوي الصوت الحلو ده، والإنسان اللي فعلا بيعرف ربنا يديله وزنة، بيعرف يتاجر بيها، لما يديله صوت حلو ويبتدي يتاجر بالوزنة دي. انت صوتك جميل قوي. العفو بجد. العفو. ومريم وفايزة، عشان بقول لك مريم دي حلو كله كويس. فايزة صوتها جميل. بجد. واستثمرتوه استثمار حلو. كلمني، يعني انت زي ابتديت تحب الالحان وتتعلم الالحان اكيد من صغرك، لان الالحان ما بتتعلمش على كبر. هو الحقيقه تصوني الفضل طبعا للاسره. ايوه. العيله أكيد. يعني والدي شماس وكل العيلة في الكنيسة من صغرنا. فوالدي وعمامي وجدي اللي هو والدهم كلهم كانوا بيعملوا في خدمة القربان عربنية.
وخالي الوحيد كاهن، وهو كان كاهن البلد اللي احنا اتولدنا فيها في المنيا يعني. ايوه. وكان كاهن سميع يعني، يحب يسمع الاصوات الحلوه. وهو صوته حلو، وكان الله ينيح نفسه تنيح في اسبوع البصخه اللي يا فات. فكان قدوه لينا الحقيقه، وهو اللي دفعنا لان احنا نتعلم وننمي مواهبنا. هو اللي اكتشف بدري ان ربنا مدينا موهبه و حط قدامنا وعلى قلبنا ان احنا لازم نستغل الموهبه ديت لمجد اسم ربنا يعني. فكان مشجع لينا جدا جدا، وكان بيقودنا في كل شيء ويساعدنا ان احنا نتعلم كل يوم المزيد يعني. جميل. وطبعا نعمه من ربنا اداك زوجه صوتها حلو عشان تعمله كابل جميل في الترانيم. انت عندك البومات كتيره مش كده؟ 400 سمعت؟ كتير قوي. حدود 400 ألبوم فعلا. 400 ألبوم. ما فيش حد بيعرفكش يعني. العفو العفو. طبعا طبعا كل المجد وكل الفضل لربنا وللقديسين الحقيقة. أكيد. أنا بحب القديسين جدا، وبحس بعشرتهم قوي. أيوه. وده اللي بيدفعني إن أنا أكتر الألبومات، إن كنت بزور أديورة كتير وقديسين كتير في وقت ما كانتش المكتبة القبطية فيها مدايح وترانيم للقديسين دول. أيوه. فكنت بحب أخد بركتهم، فده اللي عمل يعني عدد كبير من الألبومات وكده. بالإضافة برضو للترانيم الروحية. بس هي لما الناس تروح كل دير في مصر وكل كنيسة يلاقوا السدي أو الشريط بتاع القديس بتاعها، دي جميل. فبقى معروف عني أكتر حاجات القديسين. لكن الحقيقة أنا برضو ليا أعداد كبيرة جدا من ألبومات الترانيم الروحية يعني. لسه أنا بقول لفايزة قبل التسجيل، أنا برنم صحيح، لكن أنا بحب الألحان أكتر كتير من الترانيم يعني بجد. الألحان جميل. لا لا لا، مش بجامل مش بنجامل، لكن حقيقي الألحان دي لها وضع تاني خالص يعني. عمرها ما تقدم، عمرها ما واحد يزهق منها، في مناسباتها جميلة يعني. قبل ما ندخل على الألحان والمناسبات، ما أنت بتقول بتحب القديسين، والنهاردة عيد نياحة القديسة الجميلة الجميلة طماب إريني. بركة صلواتها وشفاعتها تسندنا كلنا وتكون معانا ومع أحبائها في كل مكان. أمين. أنا بحبها وأنا ليا، كنا بنروح نصلي معاها. كان أبونا بيصلي كل يوم أربع في الشهر، أول أربع في الشهر معاها. في الدير. الدير أبو سفيان. وبنقعد معاها، ويا ما قعدت معاها ليا يعني. أنا بقول كده دي بركة ليا كبيرة قوي قوي. صحيح. وأنا كمان عرفت من قدس أبونا أنه في مرة كان بيصلي القداس. أيوه. وطماف قالت له أنت عارف مين كان موجود النهاردة؟ فقالت له أنه كان موجود أبو سفيان. وكانت والعدرة. موجودة الست العذراء كمان. صحيح. فبركة كبيرة طبعا. طماف ظاهرة روحية، ما نقدرش أبدا ننكر كده. والحقيقة أن البابا كرولوس برضو ظاهرة روحية كبيرة قوي، في منهم كلهم. وهي من بناته يعني. هو من يوم دخولها الدير شاور عليها وقال أن دي هتكون الرئيسة بتاعت الدير. أيوة صح. وبعدين لما تنيحت طماف رئيسة الدير اللي قبل أيوة. طماف يعني. أيوة. قال لهم هتولي أمنا إريني علشان أعملها رئيسة وكده. فهو برؤيته الروحية يعني عرف من يوم دخولها الدير. لما ودها له علشان يقولوا له دي ناوية تلتحق بالدير، إيه رأيك يا سيدنا؟ هو عرف بروحه إن هو يعني دي إنسانة موهوبة، إنسانة سماوية يعني، ربنا وهبها للخدمة. صحيح. وأعدها لرئاسة الدير يعني. جميلة جميلة. طب هي ليها ترنيمة؟ أنا الحقيقة عامل لها حوالي أكتر من 10 ألبومات. كنا بنحرص ان احنا في كل عيد نياحة، بس السنة دي لظروف سفرنا خارج مصر ما عملناش كده. لكن كنا بننزل كل سنة ألبوم، والدير كان بيوزعه على أحبائه يعني في يوم العيد في مصر. عمل لها 10 مدايح لطماب إريني. 10 ألبومات. لا دي 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 ثروة بجد. ثروة طبعا تستاهل. انت بتكتب وبتلحن يعني؟ بتكتب ال الحقيقة مش كل الكتابات طبعا. نسبة بسيطة قوي، لكن طبعا في كتاب كتار خالص بياخدوا بركة يعني. وبيساعدونا. طيب نقول مديحة بقى لتمام. نقول ترنيمة. قلبك فياض بالخير بتفيدي على أولادك. أوكي. قلبك فياض بالخير بتفيد
رغم الأمراض يوم عن يوم بيزيد جيهاني. قلت الأمجاد لما شفت الرب قصادي، ويا الأبرار بخور من فمك الطاهر. صفات كتير في حياتك كنوز وجواهر، بحب غزير صلواتك من قلبي ساهر. يحتاج وصفك يا ضمام لألم كاتب ماهر. قلبك فيض بالخير بفيد على أولادك، رغم الأمراض يوم عن يوم بيزيد جهادي. قلت الأمجاد لما شفت الرب قصادي، ويا الأبرار تسبيحه كان هو زادي. زرعت بزرع الأرض وفي السما حصادي. حبك انهار ده حب عجيب ماله نهاية، وازاي انهار ده انتي يا قمر واقفة معايا. عجايب اثرات دي حياتك كلها آية، ولو هحكي عنك انا مليون حكاية. ملكوت الله كان هو الهدف والغاية. قلبك فيض بالخير بتفيد على أولادك، رغم الأمراض يوم عن يوم بيزيد جهادي. قلت الأمجاد لما شفت الرب قصادك، ويا الأبرار تسبيحه كان هو ذلك. زرعت بزرع الأرض وفي السما حصادك. انتقالك يوم واحد وعشرين بابا، في استقبالك القديسين كانوا سحابة. يا هنيا لك طلبت ونلت استجابة، ناس جيالك واسقن صلاتك مجابة. صللنا كتير قدام مريح التعب. قلبك فيض بالخير بتفيد على أولادك، رغم الأمراض يوم عن يوم بيزيد جهادك. نلت الأمجاد لما شفت الرب قصادك، ويا الأبرار تسبيحه كان هو ذلك. زرعت بزرع الأرض وفي السما حصادك. وإذا اتكلمنا عن طماب، طبعا أبو السفين يعني شفاعته معنا كلنا، كل القديسين. مريم أنت فايزة. مريم اسم جميل ليش في كل عليه. عشان أنا في ذهني هنرنم للعذراء مريم، فعمال أقول لك مريم. أنت برضو بتحبي حفظ ألحان وترانيم من زمان ولا بس من يوم ما اتجوزتي؟ لا من قبل كده، بس طبعا اتعمقت أكتر لما اتجوزت. طبعا يعني أنا في الألحان، بعد ما اتجوزت طبعا كنتش ليا في الألحان خالص، وبستصعبها يعني، بحس إن الإبت دي حاجة صعبة قوي. بس لما اتجوزت طبعا كل حاجة بقت سهلة. طبعا. لكن من زمان بتحبي الترانيم وليكي يعني في الكنيسة كنت في الكورال يعني كنت في الكورال، وكمان قبل ما اتجوز بولس انا كنت عاملة ألبومات وكده كمان. فكملت بعد الجواز بقى. حتى تعرفنا على بعض يا قصوني في تسجيل ألبوم للبابا كرولوس. للبابا كرولوس يعني. البابا كرولوس هو اللي عرفنا ببعضنا، وهو شفيعه هو في نفس الوقت. بركة كبيرة خالص، بركة كبيرة بجد. صلوات حضرتك، صلوات القديسين. كلمنا بقى عن الخدمة في مصر شكلها ايه؟
الخدمة في مصر الحقيقة جميلة، وطبعا الشعب القبطي شعب كله محبة ربنا، الكنايس دايما عمرانة، نشكر ربنا، وإحنا بنخدم في منطقة طبعا طحنت البابا كرولوس، منطقة دايما مزدحمة، والبابا كرولوس معمرها بكل الخيرات وبكل أنواع العمار الحقيقة، أحبائه من كل مكان في العالم بيجوا قاصدين زيارته كتير، الناس بتروح الطحونة دي مزار كبير خالص. طبعاً كل الناس تحب تشوف المكان اللي عاش فيه البابا كرولوس وتعبد صحيح فيه صحيح. وفي عز مجده وفي عز مكان هو البابا وعلى السدة المرقوصية يعني في يوم افتتاح البطرخانة اللي هي في العباسية في الأمبرويس البطريركية الكبيرة ودي كانت حاجة في وقتها هايلة جدا وكبيرة جدا ان يكون في بطريركية بهذا الحجم يعني كان حاضر الافتتاح رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر الامبراطور هايلة سلاسي امبراطور اثيوبيا وبطاركة تانيين بتوع كنايس تانية وكل طبعا المجمع المقدس وكده وبعدين تلميذ البابا كرولوس ابونا رفائيل افامينا بيقول له ربنا يجعل ايامك كلها امجاد يا سيدنا قال له صدقني يا ابني ولا يوم من ايام الطحونه يا سلام فشوفي في عز المجد ده كله وكل الكوكبه اللي حاضره ديت لكن الطحونه كان ليها معزه خاصه وايامها ليها يعني بعد خاص عند البابا كرولوس لان دي الايام اللي اتملى فيها وخد جرعه الصلاه والتسبيح وصار بحق رجل الصلاه دايما بقول للناس في ترنيمة عاملينها ما فيهاش اسم البابا كرولوس لكن هي بتقول انا حبيتك انت يا رجل الصلاه فبعد ما رنمها دايما اسالهم الترنيمه دي عن مين يقولوا لي عن البابا كرولوس مع ان ما فيهاش اسم البابا كرولوس صراحه يعني فهو بقى العلامه المميزه ليه والفضيله الغالبه عليه فضيله الصلاه صحيح كان بيصلي قداس كل يوم صحيح كل يوم بيصلي القداسات صحيح شبع بده اكتر والتسبيحه برضو يعني تسبيحه كان برضو تسبيحه يوميا ممارسه الصلاه عموما يعني كانت فتره تاسيسيه في حياته حياته صحيح وهو فترة. يعني برضو البابا شنود الله يناح نفسه برضو يعني كله يتكلم عن ايام المغاره والخلوه صحيح لما صحيح. كان متوحد فالحقيقه يعني الناس دي الايام دي بالنسبه ليهم يعني يعني هي دي السبب صحيح. البركه الكبيره وال صحيح بس البابا كرولوس كان يعني هو الجايد اللي جه بعديه ناس كتير اتعلموا منه يعني البابا شنوده ابن البابا كرولوس صحيح. وتعلم منه لكن البابا كرولوس كان فريد في وقته انه حتى لما راح لقداسه البابا يؤنس علشان يستاذنه في ان هو ينفرد في خلوه يعني كان خايف عليه جدا لانه كان طريق جديد ان حد ينفرد في مكان في صحراء كده فيعني كان البابا كرولوس جايد ودليل قدام ناس كتير جدا فيما بعد اتعلموا منه يعني صحيح لا البابا كرولوس كويس بركه شفاعته تكون معانا امين وفي ايامه طبعا ظهرت الست العذراء في الزيتون وده اعظم ظهور يعني في العالم صحيح حصل بعديه ظهورات كتير في دميانة شبرا وفي أماكن كتير تاني في الوراء وفي أسيوط وفي حاجات كتير لكن ظهور الزيتون ده كان ليه تقل خاص يعني إلى الآن يعني العالم كله بيتحدث عنه كان في أيام البابا كرولوس يعني والفترة اللي قعد فيها الظهور كانت فترة طويلة برضو ما حصلتش أطول فترة ما حصلتش طبعا في كل الظهورات اللي في العالم كله تقريبا ما كانش بالفترة ديت شهر ولا أكتر أكتر من شهر أكتر مش كده أكتر من شهر أكتر من شهر ده سيدنا الأنبا أورغوريوس كاتب السنكسار بتاع ظهور العذراء في الزيتون ياخد أسبوع في قرايته بجد بنقراه طبعا في يوم عيد الظهور صفحات كتير جدا 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 لا يبقى كده قعدت أكتر من شهر يمكن ثلاثة يمكن أكتر نعرف إنها فترة طويلة جدا يعني ثلاثة طب وده من جهة ال الخدمة والبركة اللي في مصر صحيح إيه الحالة يعني هل في الأقباط بيخافوا في مصر وقتي ولا الألام والاضطهاد وزودهم إيمان وزودهم ثبات وارتباط بالكنيسة أكتر هو الحقيقة طبعا حضرتك عارفة يا تسون إن ربنا وعد وقال أعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تتكلموا به الإنسان شعور الخوف ده شعور طبيعي في الإنسان ولكن في ساعة التجربة وفي ساعة الإنسان ما يكون في شدة ربنا بيقف ولعل كلنا شفنا سادة المشاهدين شافوا شهداء ليبيا قد إيه كانوا في ثبات هم في حياتهم العادية هم بشر زينا صحيح. لكن في الساعة دي ربنا قال أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها
فالحقيقة الشعب قلبه عمران بالإيمان، والإيمان ده بيظهر في وقته، بس الوقت اللي يكون ربنا معضد الإنسان فيه ومقويه ومساعده بيكون شهادة حية الحقيقة. يعني ما كناش نتخيل أبدا الشهادة أو عظم الشهادة اللي قدموها شهداء ليبيا دول. صحيح. عن الإيمان المسيحي قد إيه. صحيح. كانوا عظام مع أنهم من أسر بسيطة جدا. صحيح. ومن مناطق بسيطة. مش موضوع وكمان أسر بسيطة، هم نفسهم بسطة في حياتهم والواحد ما تخيلش أن دول يعني يطلع منهم الإيمان القوي ده. ولكن طيب. طبعا هو ربنا بيدي، والإيمان مالي قلب الشعب الحقيقة. الواحد دايما بيتعلم ويتعزى من كل الناس، من الأطفال الصغيرة. صحيح. ومن الشيوخ الكبار ومن. صحيح. كل الفئات. شعب مصر فعلا جميل. مبارك شعب مبارك مصر، مبارك شعب مصر. صحيح. صحيح. طيب ناخد مكالمة معنا جرجس. اهلا بيك يا جرجس، اتفضل. اهلا اخي جرجس. انا بس على حاجات يعني غير الحلقة، بس حاجات دينية. اتفضل. يعني طيب بس انا ممنم بولس. ايوه. لانه بيجيب كويس. اتفضل. السيدة العذراء اين هي؟ في السماء ولا هي؟ سمعت ان هي اتنقل بوفاتها عندي كنيسة القيامة بجوار منزلها، هي صعدت للسماء ولا موجودة في الأرض مدفونة بالرفات بتاعتها؟ لا طبعا دي حاجة دي صعدت للسماء. طبعا طبعا العذراء. احنا عندنا عيد اسمه عيد إظهار صعود جسد العذراء اللي بنحتفل بيه في نهاية ال 15 يوم الصوم بتاعها. لما توما الرسول كان في الهند وهو جاي شاف الملائكة صاعدين وحاملين جسد الست العذراء، وهي الآن عن يمين ابنها الحبيب. يعني ده إيمان كنيستنا، وده التقليد اللي احنا وارسينه في كنيستنا. يعني بيقول كده طبعا إيماننا وثقتنا، مش بس يعني تقليد وارسينه، لكن إيماننا وثقتنا انها عن يمين ابنها الحبيب تشفع فينا كلنا. صحيح. شكرا يا أخي جرجس. طيب مدام تكلمنا عن العذراء، يا ريت نقول ترنيمة للعذراء. ناخد بركة صنع الحياة معنا ترنيمة حبناها جدا. اتفضل. هي كلمات أبونا الأب الورع الأمس أرميا بولس. وإحنا عشان بنحب مصر وكلنا يعني حتى لما بنكون برا مصر بنكون متعلقين ببلدنا. صحيح. فهي يعني بتعتبر صلاة أو نداء للست العذراء، بنقول لها يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وأمان. فهي للعذراء ولكن في نفس الوقت لمصر يعني. آمين. شعب مصر يؤمن بالفاد المصلوب، أرضنا اتباركت بطفلك القدوس، اطلب لينا منه يخلص النفوس. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم نبع الحنان، صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وأمان. أرضنا اتباركت بطفلك القدوس، اطلب لينا منه يخلص النفوس. أرضنا اتباركت بطفلك القدوس، اطلب لينا منه يخلص النفوس. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وأمان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان، صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وأمان.
نهر النيل اتبارك بموسى الكليم ويعقوب شرفنا واسحاق وابراهيم. نهر النيل اتبارك بموسى الكليم ويعقوب شرفنا واسحاق وابراهيم. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. قبل سنين الجوع والجفاف والضيق ارسل لينا مخلص يوسف الصديق. قبل سنين الجوع والجفاف والضيق ارسل لينا مخلص يوسف الصديق. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. من مصر دعوت ابنك يا ابانا القدوس ليتمم خلاصا لكل النفوس. من مصر دعوت ابنك يا ابانا القدوس ليتمم خلاصا لكل النفوس. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. ومسبح في وسطيها كما قال اشعياء وارتوت اراضيها بدماء الشهداء. ومسبح في وسطيها كما قال اشعياء وارتوت اراضيها بدماء الشهداء. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. هلي عذراء بنورك في كل مكان لنفرح بوجودك ويزداد الايمان. هلي عذراء بنورك في كل مكان لنفرح بوجودك ويزداد الايمان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. عجل بمجيئك وتعال على السحاب نصعد للقاءك وندخل بيت الاب. عجل بمجيئك وتعال على السحاب نصعد للقاءك وندخل بيت الاب. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. يا عذراء يا مريم يا نبع الحنان صلي لمصر بلدنا يعطيها سلام وامان. امين يا رب. صحيح بنطلب لمصر السلام والامان. امين بجد لان الايام دي شفعت الست العذراء. امين يا رب. الايام صعبه قوي على مصر لكن ربنا كلنا ثقه بجد ان لو كل البلاد اللي حوالينا جرى لها حاجه مصر لا يمكن يعني هتفضل واقفة ومسنودة. ولأنها زي ما قال البابا تودروس مصر في قلب الله. في قلب الله صحيح. العالم كله الله معاه لكن مصر في قلب الله. صحيح لها معزة خاصة في قلب ربنا بدليل أن قال مبارك شعبي مصر. بدليل أنه ساب الدنيا وهرب لمصر. صحيح صحيح. لا فين مكان أمان غير مصر. صحيح. فالحقيقة فعلا بنصلي لمصر ربنا يديها الأمان.
كلمنا شوية عن القديسين وشفاعتهم ومحبتهم، لأنك أنت بتقولي أنك يعني بتكتب لهم كتير وبتحب القديسين، ومين ما حبش القديسين؟ هو إحنا مسنودين بإيه غير بشفاعتهم وصلواتهم عنا؟ أكيد أكيد طبعا. بجد صلواتهم عنا يعني بتفرق معنا قوي بجد. أكيد يعني كلمنا. هم القديسين طبعا زي ما قال معلمنا بولس الرسول سحابة من الشهود بالزبط. محيطة بنا فهم موجودين، وهم كانوا في يوم من الأيام بشر زينا وعاشوا تحت الألم مثلنا زي ما بيقول الكتاب يعني. فالإنسان اللي بيقرب من القديسين كل قديس بيلاقيه في الحالة اللي هو مر بيها بيعلمه يخرج من الحالة دي إزاي. يعني أنا لما يجيني نوع من الضعف ونوع من السقوط أو يعني حالة من السقوط، ففي قديس من القديسين جرب نفس الحالة دي وهو في الجسد يقوم يقول لي خلاص بلاش تحتار، أنا هسندك وأقول لك تخرج من دي إزاي، لأن هو بقى عنده خبرة سابقة لما كان في الجسد يعني. فهم سحابة من الشهود محيطة بينا موجودة دايما. يعني ياريت الإنسان كل اللي يحب يتعلم فضيلة يطلب من القديس بتاعها إن هو يساعده. فاللي مثلا عايز يتعلم العطاء يقول للأنبا أبرقام أنت رجل العطاء علمني إن أنا أكون يعني معطاء زيك وليا في العطاء. والعطاء ده طبعا ليه بركاته يعني كتير قوي قوي قوي، وربنا يغبط العطاء أكثر من الأغس. والمعطي المسرور يحبه الرب. يعني ناس قديسين كتير دخلوا السماء علشان كان قلبهم يعني مليان بالعطاء ومحب للعطاء زي صحيح. المعلم إبراهيم الجهري والأنبا إبرقام وحتى ربنا يسوع المسيح مدح التي ألقت الفلسين بالزبط. وقال لأنها من إعوازها قد أعطت. صحيح. فاللي عايز يتعلم العطاء يجر على الأنبا إبرقام ويقول له علمني. اللي عايز يتعلم الصلاة وأنه يكون رجل صلاة يقول للبابا كرولوس علمني. كل قديس ليه فضيلة وليه تخصص. بس التسبيحة تقول لنا حاجة مهمة حلوة خالص في طرح من طرحات شهر كيهك. يقولوا لها أنت أيتها العذراء أم جميع الأحياء وفخر جميع القديسين، لأن الفضائل المتفرقة في القديسين تجمعت فيك. طب ما تقولها لنا باللحن كده. ده طرح بيتقري قراية دلوقتي. بقينا نقرا قراية. سوري طرح مش لحن. صحيح. ولكن أنا جملة بتشدني جدا وبحس إن العذراء دي خبيرة في كل أنواع الفضائل يعني. فطبعا اللي ليه دال عند العذراء وليه يعني صداقة معاها وكده تقدر تخليه يبقى سالك في أمور كتير روحية وحياته الروحية تنمو كتير يعني. لكن كل واحد يميل إلى فضيلة معينة ياريته يتخذ القديس اللي هو متخصص فيها شفيع ليه. هيساعده كتير جدا. هم القديسين ربنا اداهم موهبة انهم يساعدوا البشر ويخدمونا، علشان كده ياما ناس بيظهروا لهم قديسين في أوي. مواقف أوي. وبيشوفوا البابا كرولوس في كل حتة، حتى في السعودية بيحكونا ان البابا كرولوس بيروح لهم ويظهر لهم ويشوفهم ويسندهم. اصلا خلاص الحدود دي ما بقتش ليها مجال في الارواح في الجسد. احنا في الجسد لكن في هو خلاص بقى يعني تركوا هذا الجسد هذه الخيمة. فالعشرة مع القديسين حلوة تعلم الإنسان. ثم إن دول أصدقائنا اللي هيكونوا جيراننا في السماء. صحيح. فكل ما الإنسان كان ليه عشرة بيهم ومعرفة بيهم يعني يقدر يروح السماء وهو مطمن ومرتاح. عارف بقى هيسكن مع مين وهيعيش مع مين يعني. أمين يا رب. طبعا انشغالنا في السماء هيكون كله بشخص ربنا يسوع المسيح والتسبيح لإسمه. صحيح. وهنتعلم الترنيمة الجديدة اللي احنا نسبح بها إسمه بالزبط. ولكن برضو كلنا هنشترك في شركة واحدة مع بعضنا. فالإنسان يعني على الأقل لما يسمع سير القديسين. أنا عدت في فترة كبيرة أقرأ عن البابا كرولوس كل الكتابات اللي اتكتبت عنه. فكنت كل يوم لما أجي أنام وأصلي أقول يعني يا رب ما تسمحش كده أن تكون الليلة دي يعني ليلة لقائي بيك علشان أشوف البابا كرولوس. يا سلام. قد إيه يعني حبيته. تعلقي بشخصه. طبعا ست العذراء دي من صغرنا ومن طفولتنا. إحنا اتولدنا في كنيسة العذراء فليها معزة وهي أم فعلا زي ما بنقول في الأجبية أم حنونة قادرة رحيمة معينة. فعلا كل الصفات دي يعني دي ألفاظ بشرية أقل بكتير من حنان الست العذراء يعني.
فاتربينا على حنية العذراء وعلى انها امنا القريبة لينا. لما كنت في الجيش كنت اقول لها يا عذراء يعني مامتي الجسدية مش سمعاني ومش شايفاني دلوقتي، لكن انت شايفاني وسمعاني فمن فضلك يعني. فكانت دايما تستجيب ودايما احس بوجودها جنبي واحس بدفء امومتها يعني معايا وكده في كل المواقف. فعايز اقول ان القديسين هم موجودين حوالينا وحاسين بينا، بس الواحد يكون ليه كده يعني عشرة معاهم ويربي صداقة معاهم تنمو وتدوم مع الوقت يعني يفرح بوجودهم خالص في حياتنا يعني. صحيح صحيح، سيرتهم جميلة وتخلينا جدا نحب السماء ونحب نترك هذا العالم. صحيح كتير. يعني ممكن الإنسان يبقى يكون ليه أكتر من شفيع؟ طبعا طبعا، مش طبعا واحد يعني. طبعا لا طبعا، ما بيغروش من بعض القديسين خالص الغيرة دي انتهت خلاص، كل هدفهم الخدمة اللي يقدروا يقدموها لنا. يعني الواحد لو يطلب كم قديس في مشكلة، يطلب كم قديس مع بعض، كلهم يشتغلوا. كلهم طبعا طبعا كلهم بيشتغلوا بيشتغلوا جامد جدا. جربتي الموضوع ده؟ احنا جربناه مع اخويا فعلا، كان يعني كان عندي اخ اصغر اخواتي كان تعب وكان جات له حاجات كتير قوي، مية على الرئة وكانت حالته صعبة قوي. فطبعا احنا كان لسه في وقتها الشهيد بشوي كان عامل شغل عالي جدا من شهداء طنطا. ايوه ابن ابونا دانيال. فاحنا طلبنا من كل القديسين والشهداء ومن ضمنهم الشهيد بشوي وطبعا على راسهم الست العذراء فان هم يتشفعوا لنا عند رب المجد ان هو يعني يعمل اي حاجه وينقذ اخويا وكده. فعلا ما تاخروش فعلا كلهم يعني انا حاسه انا بقول ان كلهم اكيد اجتمعوا وطلبوا من ربنا وربنا استجاب فعلا على ايدين الشهيد بشوي وتحققت المعجزه. وبايد دلوقتي نشكر ربنا زي الفل، كل حاجه اتشالت ونشكر ربنا. نشكر ربنا الحمد لله يا عشان الناس اللي تقول ما فيش وما فيش. لا طبعا لا موجودين موجودين وبيسمعونا وبينجدونا وحنينين جدا بجد وربنا بيكرمهم زي ما هو قال اكرم الذين يكرمونني. طبعا انه بيعمل معانا الخير عن طريقهم علشان يعطيهم من المجد اللي هو يعني وهبوا ليهم زي ما هم مجدوه في حياتهم. ما بيتأخروش ما بيتأخروش خالص يعني في نفس الوقت اللي بتطلبي فيه من ربنا على يعني من شهدائنا وقديسينا وكده إن هم يطلبوا من ربنا سريعة استجابة طبعا. سريعة جدا 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 يعني طبعا. طبعا. ناخد المكالمة دي ونكمل معنا جورج. أهلا بيك يا جورج، تفضل. مساء النور. مساء النور، أهلا بيك تفضل. مشتاق جدا لاستقبالكم تليفونيا. انا بشكركم جدا، بشكر معلم بولس نوف على ان نسمع كلامي. اهلا يا معلم، انت منور امريكا كلها جدا. نور بوجودكم. نور بوجودكم. انا بقول اتصور عليك، انا كنت عايز اقول لحضرتك واقول كل الناس اللي بتتفرج دلوقتي تاخد بركه التأمين معاك حاجه مهمه قوي. اتفضل. من شويه تقول لي كان سالتك سؤال على موهبتك وصوتك الحلو. ربك بصراحة هو اللي حمسني، غير ما طبعا بحبك وان انا من الناس اللي انا يعني كبرت على صوتك الحلو انت وزيك من المعلمين الكبار زي المعلم ابراهيم عياد، ولكن اجابة حضرتك للسؤال تكون ايه يا عبيد؟ ممكن تعلي صوتك شوية. جورج تعلي صوتك شوية يا اخي جورج. ممكن تعلي صوتك شوية يا جورج؟ ايوه كده كويس. ايوه كده جميل. كمل بقى. كنت بقول لحضرتك انا واحد من انا جيل من الناس او انا واحد من الناس اللي كبرت على صوتك الحلو. ربنا يخليك. ولا حلو ولا حاجه، دي نعمه ربنا بس، ربنا يخليك. كويس اتفضل. يعني حضرتك والمعلمين الكبار زي المعلم عياد المعلم جاد لويس، ولكن مكلمتي ليه عشان اقول لحضرتك حاجه او اقول للناس اللي بتاخد الصلاه بركه الصلاه معاك النهارده حاجه مهمه قوي. اتفضل. اجابتك فعلا هو ده اللي حصل معايا انا شخصيا. لما بتقول لك صوتك حلو فانت بتقول لها اصل الوالد هو اللي كان بيربي فينا ده، كان بياخدنا الكنيسه، كان بيعلمنا الالحان. عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن كل اللي بيشتغلوا في العلوم يمكن ما يعتمدوش ان كلامي ده يعني مظبوط. انا واحد من الناس لما باجي ارنم الناس بتقول لي الله صوتك حلو، ولكن انا عايز اقول وانا دايما بيكون رد ليهم لا انا صوتي مش حلو،
وانا ابقى فعلا صادق من جوايا، انا مش صوتي مش حلو، ولكن اني تربيت من الصغر من الصغر على صوت حلو زي المعلم بولس مراد، المعلم ابراهيم عياد، تحس ان الطفل بيكبر واخد تون معين، ودنه بتكون ود موسيقيه زي ما بيقول. صحيح صحيح، قدامه دليل يعني. اجابتك ما كانتش غريبه عليا فعلا. كل حد او كل انسان وخصوصا هنا في امريكا عايز تقرب ابنك من الكنيسه، حطه من البدايه في الكنيسه. صحيح زي ما بيقولوا النقش على الصغر اصيل، او التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. صحيح. ربنا يبارك حياتك يا اخي جورج، يفرح قلبك. فتاني فعلا بجد يعني انا بعتبر ان في ناس كتير قوي وانا من ضمنهم صوتهم يعني مش حلو، لكن مقبول ان هم تعلموا صح او تعلموا يرنموا معاك من اول جوه الطحونه. حتى المعجزه الجميله اللي حضرتك عملتها اللي هي البابا والحرميه، ايوه قد ايه معجزه اتعملت في قصه. صحيح. يعني ما فيهاش الالحان الكبيره قوي، ولكن كانت جميله. انا طالع على الهواء عشان اشكرك العفو العفو، الشكر كله لربنا طبعا، المجد لربنا انك متعتنا واحنا صغيرين، اثرت فيها لغايه لما كبرنا. وبليز يعني وصل المسج لكل الناس فعلا. ربنا يفرح قلبك، يفرح قلبك يا اخي جورج. شكرا يا جورج، هيطلعوا حاجات حلوه. شكرا يا جورج على مداخلتك الجميل. شكرا شكرا ليك. شكرا يا معلم تاني، ومدام فايزه غدوه منوره حضرتك. ربنا يفرح قلبك، اشكرك. هو الحقيقه صوني انا عايز اقول حاجه للساده المشاهدين يعني نتفق عليها بصراحه. مش تواضع ولا حاجه، ربنا شاهد يعني. الله. انا اعلم في قراره نفسي ان انا صوتي ولا حلو ولا حاجه. هو بس انا بحس ان في حاجتين مهمين جدا لكل الشمامسه يرعوهم، وهم دول اهم حاجتين. اما الصوت بقى حلو او مش حلو دي حاجه بتاعت ربنا، محدش فينا بيتدخل في صوته ولا بيعمله. انا بقول موهبه، هو موهبة، هبة من عند موهبة. يعني هبة، هبة طبعا عطية. طبعا لكن الواحد لما يكون يثقل صوته بانه يتعلم الاداء السليم بالظبط، فما يبقاش مثلا بيقول نشاز بالظبط. الحاجة التانية احنا مهمتنا دايما اقول لنفسي واقول لكل اخواتي اللي بياخدوا رأيي ان احنا مهمتنا في الكنيسة مش نطرب الناس بالظبط، انما صح نروحنهم. صح يعني صح. ننقلهم الى سيره روحانيه بالظبط. انا معاك. دي بتيجي ازاي؟ بتيجي ان انا احس الكلام اللي انا بقوله. ايوه ايوه. الحقيقه كان ليا اب روحي جميل انا بحبه خالص، اسمه ابونا شنوده افامينا من دير ماريمينا. كنت وانا صغير اقول له يا ابونا انا عايز لما اقف اقرا في الكنيسه البولس او الكاسيلكون او الانجيل ما اقراش غلط. فازاي اعرف الصح من الغلط؟ يقول لي لازم تفهم اللي انت بتقوله، ان ما فهمتش ما تنطقش. تمام تمام. فده خلاني في التسبيح وفي الترنيم وفي الصلاه لازم افهم اللي انا بقوله، لدرجه ان ساعات خيالي او مخي يتوه بين الابط والعربي، مش عارف انا بصلي ايه يعني. سلام. لان انا عايش مع المعنى بغض النظر عن اللغه اللي انا بنطقها ايه، اهم حاجه عندي المعنى اللي بقوله ايه. وده بيدي يعني احساس بيوصل للمستمع بطريقه عجيبه جدا. احكي الحقيقه حاجه في اقل من دقيقه. طبعا. لا اتفضل، الحلقه ليك كلها. تعيش يا طفونه، تعيش تعيش. الفضل لابونا طبعا ولحضرتك الحقيقه في كل خدمه جميله عملناها هنا. فانا كنت احب دايما لما نعمل حاجه عن قديس قصه العمل اللي معايا الكورال الموسيقيين كده اوزع عليهم حاجه للقديس ده سواء كتيب او صوره. فالست العذراء كنا كل سنه نعمل لها البوم. وبعدين في مره رحت مكتبه المحبه علشان اجيب هديه اوزعها على القصد، فلقيت برواز للعذراء جميل مصنوع في الصين يعني شكله حلو خالص. فجبت فعلا منه كميه عشان تكفي العدد اللي موجود معانا. وبعدين لما رحت الاستوديو كنت انا اللي هسجل الاول السولو بتاعي يعني. فحطيت الشنطه اللي انا جايبها قدامي. فوانا برنم ترانيم حافظها، الكلام على ذهني، وانا احب دايما احفظ على ذهني معظم النصوص. ما يعني بتبقى بتخليك تعيش في المعنى اكتر ما تقعد تبص في الورقه. بالظبط. في كل الحان الكنيسه التسابيح بالزبط. ومع التكرار الواحد بيحفظ وده بيحمي الذهن كمان انه ما يحفظش حاجات تاني ملهاش لازمه يعني. يبقى كل مدام مليان الميموري مليان بالحاجات دي. فالحقيقه لما كنت حافظ الكلام ولمحت عيني البرواز بتاع العذراء فسرحت معاها وبصيت عليها طول الكلام
وبقيت أقول لدرجة إني كنت بغير الكلام بألفاظ أخرى أنا عايشها. يا سلام. السي دي ده لما نزل في وقتها، انا طبعا مش هقول اسمه علشان ما يعتبرش ده دعايه يعني ابدا عن تاني لكن اثر في كل اللي سمعوه. وانا فاكر ان في السنه اللي نزل فيها في 15 يوم بتوع العذراء اتوزع منه 22,000 نسخه. يا سلام. وكان كل اللي يسمعه يتشد ليه بطريقه عجيبة. عشان فلما قعدت افكر افتكرت الموقف اللي حصل، ان انا لما كانت العذراء قدامي كان اكني فعلا بكلمها زي ما انا بكلم حضرتك كده وحاسس بيها، وقعدت افكر وافتكر المواقف اللي عملتها معايا، فعاطفتي يعني كلها اتجمعت وتركزت. فكل اللي يسمع السي دي دوت يحس بهذا الاحساس. فعايز اقول ان احنا مهمتنا في الكنيسه نعيش الناس الاحساس الروحي بالزبط. اللي نقدر نستمده من كلام الصلوات والتسابيح. مش نطربهم بقى ونقعد نقول بالزبط. عرب ونطلع لا بالزبط. العرب دي ممكن نعملها في حاجه بتتسجل علشان الناس يسمعوها في العربيه او لكن هنصلي في الكنيسه يبقى خلاص بقى انا بعتبر المسيح قدامي على المسبح وده اللي بتعلمه لنا الكنيسه. تقول ايها الاكليروس وكل الشعب انظروا الى ناحيه المشرق لتنظروا المسبح وجسد ودم عمانوئيل الهنا موضعين عليه. فايماننا ان المسيح موجود يبقى في جد نقف في جديه وبخوف امام الله زي ما بنقول كده يعني يقولوا لنا دايما قفوا بخوف امام الله واسجدوا لله بخوف ورعد. فكل ده طبعا احساس بينقل الى المصلي والى المستمع. وهي دي مهمه كل شماس، ان اول حاجه يحافظ على الاداء السليم، وتاني حاجه يحافظ على روحانيه الصلاه، ما يبقاش بقى ناس واقفه تتكلم او واقفه تهزر وده بيعلي على ده وده صوته عايز يطلع عند ده يعني ما تبقاش كده طبعا لو عشنا بالاثنين دول. اما حته الصوت دي حلو او وحش دي حاجه بتاعت لا زي ما بتقول ربنا. صح هو لو فعلا صلى يعني حس الشماس انه بيصلي وينسى اللي حواليه، قدامه مايك ما قدموش مايك مش مهم، هو بيصلي اللحن اللي بيقوله، هتفرق قوي 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 حتى لو صوته مش حلو قوي يعني. لكن صحيح. فعلا صحيح. الـ 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 يعني الروحانيه في الصلاه دي صحيح. حاجه بتفرق قوي قوي في القداس بجد فعلا صحيح. يعني انت رساله الطلبه اللي بنقولها انقلنا الى سيره روحانيه لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوه صحيح الجسد. انت بتدي رساله حلوه خالص للشمامسه. انا نفسي اتعلم كيرولوس. معنا كيرولوس، اهلا بيك، اتفضل. الو ايوه اتفضل يا كيرولوس. مساء الخير يا صوني. مساء النور، اهلا بيك. اخبارك عامله ايه؟ الحمد لله. انا حبيت اعطي اعجاب الشديد رغم ان انا صدقيني سايق ورايح شغل، بس مشغل اللايف كده في العربيه ومنسجم مع الترانيم والحوار الروحي اللي بتعملوه، واحب ابلغ سلام للمعلم بولس مرنم اسرائيل الحلو. الله يسلمك يا كيرلس. الموهوبه دايما على طول اللي بنحبها في ترانيمها المرنمه فايزه. ربنا يخليك اشكرك. وبنشجع موهبتهم الجميله دي ومن ساعه ما جم هنا وشاركوا معانا في حاجات كثيره في الكنيسه في الفالي هنا، صراحه كانت لمسه روحيه منهم ولمسه روحيه منكم انتوا كمان برضو ان انتوا بتجيبوا لنا ناس جميله زي كده نتمتع معاهم ويشاركونا لحظه جميله تحت اسم الرب يسوع. امين امين. اشكرك يا كيرولوس، اشكرك على اسمك غالي علينا يعني ابونا وسيدنا وحبيبنا البابا كيرولوس. شكرا يا كيرولوس. انت كده حطيتني في حته بعيده قوي. لا لا يا ريت اكون قد الكلمتين دول. لا طبعا بركه صلواته وتسليمك، اطلب منه ان هو دايما يكون معاك ويساعدك ان انت تكون يعني يقول كده تاخد ضعفين من روحه يعني. فأطلب. اكيد طبعا انا ده شفيعي وحبيبي هو ومارينينا والعذراء والملاك مشايين كلهم كده مع بعض. بصراحه الجماعه دول يعني ما بيأثروش على طول، بيعملوا واجب كبير قوي معانا. نشكر ربنا. شكرا يا كيرولوس. ربنا على كل شيء ونشكرك على محبتكم. شكرا يا كيرولوس على مداخلتك، انا بشكرك. جورج عمل مداخلة، عمل اتكلم في نقطة حلوة قوي. أنا مش عايزة أتكلم كتير، احنا عايزين نسمع الحقيقة بس مش هفوتها النقطة دي. إزاي نحط أولادنا في الكنيسة من صغرهم ونعلمهم الألحان ونعلمهم تسبحة، ويعني نحط فيهم الأذن الموسيقية، أو كل ما يسمع هيحب الكنيسة وهيتعلم أكتر. وفعلا دي نقطة مهمة قوي. هو أنا أساعد أولادي، أساعدهم بأن أولا أنا أكون قدوة ليهم.
لما اقعد اقول لابني روح الكنيسه وانا مش بروح مش هتثمر حاجه، لا طبعا، لكن لازم اروح. وبعدين علشان الوقت ما يبقاش طويل عليه كطفل ويبقى يعني عنده نوع من الملل، لابد ان انا اقعد ابين له وابرز ليه المعاني والحاجات الجميله في الكنيسه وفي طقسها وفي الحانها، وافهمه ده من البيت. وبعدين لما يجي الكنيسه اوري له ده عملي، فهو هيبقى عنده اشتياق. ده كان بيحصل معايا انا شخصيا، الحاجه اللي اسمعها واحفظها. انا كنت في طفولتي حافظ الحان ما اعرفش هي بتاعت ايه، بتتقال امتى، فلما يجي يقولوها في الكنيسه اقول يا ده انا حافظ اللحن ده وعارفه وكده. السبب ان كان والدي وهو بيعمل القربان يبقى مشغل شريط تسبيحه، فمع تكرار الشغل كل يوم، طبعا احنا صامتين بنشتغل في صمت في القربان وودني مع الشريط مع الكاسيت، فحفظت الالحان وبقيت حافظها وانا مش عارف هي ايه. لما اجي احضر في الكنيسه ولا بيقولوا اللحن، حتى يلاقوني بقول معاهم فيقولوا يعني هو حفظ امتى بجد. وكانوا احيانا يعني زي ما بيحصل دايما يتعثروا في لحن بتاع، فاقول لهم يا سلام. كان عندنا ابونا سربامون في كنيسه القديسه بربارة في مصر القديمه، أيوه. كان لما يحتروا في حاجه هي كده ولا كده يقول لهم هاتوا بولس، مع اني كنت طفل صغير، يا سلام. لكن علشان كانت وداني دايما مشغوله بالتسابيح. على فكره انا ما اتعلمتش من معلم، يعني كل الالحان سمعتها يا من الكاسيت واحنا شغالين في القربان، يا من حضوري في الكنيسه مع تكرار الحضور. انا عندي ابني الوسطاني كده عشان مسح حلو قوي وصوته برضه جميل قوي، فهو كل الالحان اللي حفظها من سمع الشرايط او في الكنيسه يعني، انما ما عادش اتعلم خالص خالص. يا كاسيت في العربيه يا بالظبط بالظبط. ورحنا، انا فاكره رحنا دير في المانيا، رحنا قعدنا فيه اسبوع مره، اصل احنا كنا بنخدم في ايطاليا، قعدنا سنتين في ايطاليا نخدم. فاحنا هناك ايوه رحنا الدير ده قعدنا اسبوع. الاسبوع ده بقى اتعلم فيه تمام، يعني اثر فيه خالص. اتعلم قاعدين في الدير بقى اسبوع فاتعلم حلو قوي. فزي ما انت بتقول هو اذنه حلوه، يحب يسمع ويحب الالحان. صحيح. فاحنا مهم ان احنا نبين لاولادنا الحاجه ونسمعهم ونحببهم ونخليهم هم اللي يجروا بنفسهم. تمام. واهم حاجه ان احنا نكون قدوه ليهم بقى. صحيح. طيب نسمع حاجه بقى، لحن حلو بقى، لحن طويل حلو. هو الحقيقه يعني احنا من احب الالحان لينا لحن انوك بيبيكوجي، انا الصغير في اخواتي، وده احنا بنقوله مره واحده في السنه في ليله ابو غلامسيس يعني. فيعني بيندر سماعه للناس، فاحنا حابين ان احنا لا واصل بيتقال ايه اول حاجه في انت ابو غلامسيس يعني لسه الناس ما راحتش زي حالاتي كلش حضروا. لا ده انا لو هروح الا اول لحن ده لا يمكن يسيبني يعني. اي لايك ات. احنا هنقول اللحن الكبير اللي هو في مقدمته، وبعدين هنقول العربي على طول علشان ما نطيلش على الساده المشاهدين. ماشي. يعني ماشي. Zog sasi ose os imon alle Hey.
طبيعي ألفت المزمار الليلويا الليلويا الليلويا. آمن هو الذي يخبر سيدي يصرخون إلى أي هو أرسل الملك هو ورفعني من غنم أبي مسحني بدهن مسحته الليلويا الليلويا الليلويا. إخوتي حسن وكبار للقاء الفلسطيني فلعنني بأوسانه الليلويا الليلويا الليلويا. فاستليت سيفه الذي كان بيده ونزعت رأسه عنه ونزعت العار عن بني إسرائيل ايه.
وين سكت عيشة تسول. يا سلام يا سلام على ألحان جميلة طبعا. ألحان الكنيسة من أجمل ألحان الكنيسة طبعا. لحن قليلو يا أنك بيبي كوجي. مش عارفة ليه الألحان صعبة على الناس، صعب تعلموهم أكبر مش كده يعني؟ الواحد ما كانش يتعلم الألحان دي وهو صغير يعني، ممكن يتعلم بس صعبة. هو طبعا زي ما كان بيقول الأخ جورج كده أن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر يعني. بالذات أن الواحد لما بيتعلم حاجة وهو صغير بيفضل ينمو فيها طول العمر يعني. لكن ما فيش مانع أن في ناس بيبتدوا بعد سن المعاش. صدقيني أنا شفت ناس كده بعد سن 60 عندنا في مصر المعاش. وربنا بيديهم نعمة طبعا، كل رغبة روحية ربنا بيساعد الإنسان فيها، بيبعت له زي ما قلنا كده القديس المتخصص يدي له نعمة يعني. طيب يعني مش عايزة أقول لك لحن تاني على طول لما ترتاح. لكن كلمنا عن يعني الألحان، يعني الناس وضعوها بالروح القدس فعلا يعني. صحيح. وإلا لما تشوف يعني كمية الهزات في لحن مثلا بيكسرونوس ولا ميغالو، يعني دي ألحان الواحد بيقعد قدامها كده بجد بيحس بقد ايه وضعوها دول فعلا كانوا مملوئين. لان يعني كلمنا عن الألحان الكبير دي احنا بنسميها طقوس او طقس. الطقس في حياتنا العادية بنطلقه على ايه؟ على حالة الجو. الطقس النهاردة حر او النهاردة برد او النهاردة ربيع. اول مرة اخد بالي من الحكاية. فالألحان نفس الموضوع. تلاقي يعني حضرتك وانت في الكنيسة، حتى اللي مش عارف الأجنبي الأمريكي أو في أي جنسية يبقى مش فاهم إحنا بنقول إيه، بس حاسس إحنا عايزين نقول إيه. صحيح. فلما نقول له لحن صيامي يحس بالخشوع، لما نقول له لحن حزيني يبقى عايز يبكي. وفي قصة شهيرة يعني أنا أعرفها عن واحد من المرتلين القدامة اسمه المعلم جرجي السعد. المعلم جرجي السعد كان نياتي شاطر يعني، عازف ناي. وكان في أول أيامه بعيد عن الكنيسة، مش معلم ولا حاجة. كان عازف في فرقة أم كلثوم. يا سلام. وبعدين كان أخوه كاهن في كنيسة ماري جرجس الأوللي. فكان أخوه بيروح يصلي ويسلم على البابا كرولوس، فأخوه الكاهن يعني. فكان البابا كرولوس يقول له عايزين جرجس بقى يسيب السكة اللي هو فيها ديت ويجي يتعلم الألحان ويبقى معلم جميل ويسري الكنيسة بالفن بتاعه والجمال بتاعه. فكان يقوله صلي له يا سيدنا، لغاية ما فعلا المعلم جرجي السعد في يوم من الأيام خد قرار إن هو يترك السكة دي. فابتدى يحفظ ألحان، ودايما الموسيقي يبقى سهل عليه حفظ الألحان لأنه عارف في النوتة الموسيقية والحروف إزاي. فيعرف يطلع الحروف بسهولة يعني الهزات. فقبل ما يسيب قوي كان بيتعلم ألحان عشان لما يدخل الكنيسة يبقى جاهز يعني. ولكن في نفس الوقت يعني بيعيش وبيسترزق من شغله. فكانوا عاملين له فترة كده على الهواء في الراديو زمان، ما كانش طبعا تلفزيون، يعزف فيها مقطوعة هو من تأليفه. ففي يوم كان في اسكندرية مع أم كلثوم وبيعزف معاها، وجي متأخر يدوب وقف قدام المايك في الوقت اللي المفروض يبدأ فيه البث بالظبط يعني. فما فكرش يقول ايه، فهو كان بيتعلم لحن بيكسرونس فراح عازف لحن بيكسرونس. هو كان المدة بتاعته اللي بيعزفها على الهوى تلت ساعة. قبل ما يكمل في نص الفترة جات التليفونات للإذاعة تقول لهم خلوا الشخص ده اللي بيعزف يغير السكة اللي هو بيعزف فيها احسن، الناس هيغمى عليها من اللي هو بيعزفه دوت وكده. ناس عرفوا ازاي ان ده لحن حزين. انا القصه دي سمعتها من المعلم اللي كان في اسكندريه مع ابونا بشوي كامل. للاسف الاسم تايه عن ذهني دلوقتي. لكن سمعتها في فيديو للمعلم بيحكيها بنفس اللي انا قلته ده بالظبط، انه قد ايه تاثير اللحن مع ان اللي بيسمعه مش عارفين النوتة الموسيقيه اللي هو بيقولها دي ايه، لكن هو الظروف خليته يعزف بيكسرونس فكل الناس اتأثرت بيه. الشهر اللي فات انا كنت ضمن خورس. طب معلش اخد دقيقه نشوف تليفون قبل ما اتكلم عشان معانا ابراهيم. اهلا بيك ابراهيم، اتفضل. اهلا وسهلا بسامي ميري، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا بيك. ممكن اتفضل؟ طبعا اتفضل. اهلا بيك استاذ ابراهيم، اهلا بيك.
اهلا بيك يا معلم. تشرفنا طبعا بزيارتك لينا. الشرف والبركه ليا. ربنا يخلي حضرتك. طبعا تسوني ميري كانت بتاكد على استمراريه الالحان بتاعتنا اكثر من الترانيم، ودي حاجه طبعا احنا فخورين بيها. دينا عندنا تراث من الالحان طبعا يعني غالي جدا، المفروض ان احنا كلنا نفتخر بيه. طبعا في موجه جديده من الشباب وحتى الكبار يقول لك طب انا هقف وهزهق من التطويل بتاع الحاجات دي، هي يمكن بياخدوها من ناحيه التطويل اللي هو ملوش لازمه، رغم ان انا احس ان اجدادنا يعني الفوا او لحنوا الالحان بالروح. يعني ال 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 الالحان بتاعتنا والتصوير اللي فيها بيوصل الانسان لمرحله هم عايزين يوصلوه ليها، يعني عايزين يوصلوه لدرجه من الفرح، عايزين يوصلوه لدرجه من مثلا الخشوع، عايزين يوصلوه لدرجه من الحزن شويه. فكان ففي عبقريه في اللحن. احنا عايزين نوصل لاولادنا ولشبابنا ان في حاجه اسمها لاهوتيه اللحن، ان اللحن فيه لاهوت، يعني يدخل فيه اللاهوت معاني. طبعا معاني دي كانت يعني تبقى يعني رساله المرنمين. يعني احنا برضو يعني مع حضرتك كان في شارل امبر ويس، كان في كرولوس، فرقه ديفيد، استاذ جورج كرولوس طبعا، باشمهندس جورج كرولوس طبعا كان استاذ كبير. ضياء صبري المرنم ضياء صبري طبعا طبعا، كلنا تربينا على المرنم ضياء صبري وزوجته ايرين. لان كانوا بينزلوا الشريط في ترانيم وفي مثلا لحن او لحنين، فتلاقي الناس اوتوماتيكالي حفظ اللحن او اللحنين اللي موجود جوه الالبوم بتاعهم. صحيح. فاحنا عايزين بقى كلمه عن لاهوتيه اللحن، ازاي قد ايه اللحن بتاعنا بقبطي، ده فيه لاهوت، هو مش مجرد كلام وبس، في عباده. صحيح. بالروح. صحيح. ان احنا نوصل بالكلام ده هو نوصل ونوصل بالناس اللي بيسمعونا للحاله اللي قصدها اللي عمل اللحن ده. تمام. انا شاكر جدا وانا اتشرفت طبعا بمقابله المعلم بولس. الشرف والبركه ليا استاذ ابراهيم. ربنا يخليك. الله يخليك استاذ بولس، وتعيشوا وتزورونا تمدي وتمتعونا باصواتكم وترانيمكم الروحيه. ميرسي جدا تسوني ميري على الدخله، وربنا يوفقكم في قناه فوكس ودايما من نجاح لنجاح. ربنا يخليك. اشكرك. انت كنت هتكمل حاجه وبعدين برضو تمام. هو طبعا يعني استاذ ابراهيم اثار نقطه احنا كنا اتكلمنا فيها برضو، ان الانسان لابد ان يدرك المعاني اللي بتتقال في اللحن او في التسبيح اللي احنا بنقوله. وكل ما يفهم كل ما يتعمق اكتر، وكل ما يذاكر ويدرس ويقرا يفهم في المعاني اللي متقاله في الالحان اكتر، فيعيشها اكتر. دايما الإنسان عدو ما يجهله، بيقولوا في المثل كده، اللي ما يعرفك يجهلك. صحيح. فإذا كنت بتشوف أي إنسان عنده ملل الصلاة أو الألحان ده لأنه مش عارف، لكن لو ابتدى هيتعلم وهيبقى أستاذ كبير. هما بيعرف معنى اللحن، بيدرك يعني مفهوم اللحن، مفهوم بالظبط. بالظبط. دايما الناس اللي بتكون يعني تدخل المجال او المود دوت وهم كبار شويه في السن او ما ابتدوش من الطفوله ويبداوا يتعلموا، لما بيتعلموا بيتغير حالهم تمام. صدقني يعني انا عايزه اقول لك حاجه، الشباب اللي اوقات بيقولوا الشباب وبيزهق، يعني ليله ابو غلامسيس او اي يعني بتلاقي الشباب والولاد الصغيرين صدقني قبل الكبار بيبقوا مليين الكنيسة. يعني عندنا بتبقى نشكر ربنا النهضات في كل الكنائس دلوقتي، يعني أيام البصخات وأيام كياك يعني كل سهرات الكنيسة الشباب صدقني أكتر من الكبار. صحيح. ولا وهم اللي عايزين يقولوا الألحان الطويلة، وهم اللي عايزين يعني. وعلى فكرة التصوني دي نعمة وبركة ربنا مديها لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية. طبعا احنا رحنا روسيا ورحنا دول كتير، اليونان ورحنا بولندا، بنشوف اللي موجودين في الكنائس هم كبار السن فقط. انا رحت كبار السن فقط، الشباب موجودين بره، لكن في الكنائس. اما عندنا احنا
فدلوقتي حتى يعني مهرجان الكرازة بيطلعوا شباب في كيجيهات لسه وحافظين ألحان كبيرة يعني لا الخدمة فكنيستنا الحقيقة ربنا حاطط فيها بذرة البركة والصلاح صحيح. ودي حاجة جميلة. كنيسة أم كنيسة هي صحيح. كنيسة الأم يعني أنا صحيح بس هو دايما الإنسان عدو ما يجهله فإذا لقينا واحد يعني بيعمل وكده نحاول نوجه نظره ونعلمه الحاجات اللي سهلة والبسيطة وبرضه احنا كشمامسة الحقيقة المفروض نخفف على الناس يعني نصلي باللغة اللي هم يعرفوها صحيح ان تمسكنا باللغة القبطية مطلوب وفي ألحان أصلها ما بتتعربش وفي ألحان ما بتتعربش لكن ما يمكن تعريبه يعني على قبل ما بيقولوه أو بعد بيقولوا للناس يعني المفهوم العربي معناه لكن اللحن ابتي أنا فاكر في مرة يعني طلعت كده في دماغي فركبت الهتنيات بالعربي وكنت في بلد في الريف في الصعيد يعني فجالي واحد البلد الناس فيها مش متعلمين قراية وكتابة ودراسة وكده لكن حافظين كل حاجة تلاقي الكنيسة كلها بتقول أكنها شخص واحد يا سلام وعددهم مثلا في حدود الألف ولا حاجة لكن لما يصلوا مع بعض كل الألحان هم حافظين ترتيب معين وصلاة معين بيصلوه أنا كنت أسكت هناك بقى. وأقعد أسمع فأول ما قلت الهتنيات بالعربي جالي واحد قال لي تصدق أنا بقالي 60 سنة بصلي الهتنيات وعمري ما كنت أتخيل إن معناها كده صحيح صحيح هو تعود إنه حافظ فلما بنخفف على تسبيحها بالعربي بقت تجذب ناس قد إيه صحيح كلنا بنشوف سيدنا الأنبا يؤنس لما بيصلي الألحان بنقولها بالقبطي والدمج الهسات ولا التسبيح بنقولها بالعربي بنشجع الناس كلها أنا كنت بصلي مع الشباب هنا يوم السبت فهم كان أسهل لهم يقولوا إنجليزي أنا سمعتها وأنا كنت بصلي عربي أو قبطي فكنت بلاحظ إن أنا لما أقول قبطي أنا مبسوط قوي ومنشكح بس الناس بيسكتوا فكنت برجع تاني أقول عربي وقلت معظم التسبيحة بالعربي علشان أشرك الناس معك. وأخد بركتهم بالزبط. أنا أبسط قوي لما الكنيسة كلها تشترك بتصلي. وتقول ودايما أحب أن اللي بيصلي معايا يلتزم بالريتم الموسيقي والطريق عشان كله يقدر يشترك والكنيسة كلها ولما الكنيسة كلها تشترك أنا أسكت وأسمع وروحي فعلا بتسمو فوق الحدود الزمن والمكان اللي احنا فيه لما الشعب كله يصلي ويسبح ربنا صحيح فدي حاجة جميلة لما نخفف على الناس ونجذبهم إلينا وبعد كده هم لما يحفظوا العربي هيبدأوا يلجأوا أو يجونا بنفسهم ويقولوا يطلبوا أن احنا صحيح. نحفظهم الحاجات فده دور على الخدام والمرتلين والشمامسة يعني أنه نحافظ على الكنيسة وتراثها وألحانها واللغة بتاعتها ولكن في نفس الوقت نخفف على الناس ونساعدهم أنهم ييجوا علشان ما يزهقوا تمام كنت عايز تقولي حاجة قبل التليفون كنت بقول ان انا كنت من شهر في بولندا ضمن خورس كان بيمثل الكنيسة وكنا بنقدم الألحان القبطية كانت الحكومة البولندية ووزارة الثقافة عاملة مهرجان وبتعرض فيه الألحان بتاعت كل كنيسة فجايبين من الكنيسة اليونانية والكنيسة السوريانية ومن الكنيسة القبطية كنا احنا كنا حوالي 25 واحد بقيادة الدكتور ميشيل عبد الملك والمعلم رضا برسوم وكانوا مجموعة طبعا زمرة من المرتلين والشمامسة الشطار طبعا جدا يعني نشكر فكنا بنقدم الألحان هم البولنديين احنا لاحظنا انهم حتى ما بيعرفوش انجليش يعني هم يعرفوا لغاتهم وبس وبالرغم من كده كانوا بيبقوا مشدودين ومتأثرين جدا 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 كنا عاملين منهج كده حوالي 13 لحن واخدين لحن من كل مناسبة ففي النص كنا بنبدأ في الأول خالص بألحان سنوي من القداس وبعدين بنبدأ بمناسبات بندخل في النص أسبوع الألام كنا بنقول غلغوصة وكئبرتو وبعدهم على طول القيامة خريستوس أنيستي فكنا بنلاقيهم في غلغوصة وكئبرتو قد ايه في روح خشوع وحزن ويعني حاسين باللي احنا اول ما قالوا خريستوس أنيستي يتهللوا والوشوش تنور كده بجد فكنا بنلاحظ ده مع ان هم مش عارفين اللغه اللي احنا بنقولها ايه ولا معنى الكلام اللي احنا بنقوله لكن حاسين يعني باللي احنا عايزين نقوله ايه يعني وكانوا بيسالوا البعض فيهم انتوا حسيتوا بايه او
عرفتوا ايه؟ فيقولوا احنا مش طبعا مش فاهمين هم بيقولوا ايه، ولكن حسينا انهم بيصلوا. يا سلام، ده كان الانطباع اللي قالوه علينا في المقابلات. جميل خالص. طيب معنا ابونا بشوي، اهلا يا اتسابونا. اتسابونا ايوه اتفضل اتسك على الهوا. طيب نقبل الايادي يا ابي. اهلا بك يا حبيبي. احنا الحقيقه يعني فرحانين بوجودك معانا، وكمان المرنمه فايزه تعيش يا ابي الغالي. مبسوطين قوي ان احنا يعني مش بس ان يعني ناخد البركه للكنيسه عندنا، ده البركه لينا يا ابونا. البركه لينا، البركه ربنا يديك قوتك يا ابونا. الكل الناس اللي هم يقدروا يجوا الكنيسه عندنا، احنا عاملين 3 ايام سهرات روحيه جميله من الساعه 8 الساعة 11 يوم الاثنين والثلاث والاربعة الجايين من 4-6 نوفمبر. هنصلي ونسبح ونرنم وهتبقى سهرات حلوة. فأنا بحاول إن أنا أقول للكل إن إحنا يا ريت الكل يحضروا في الكنيسة العذراء وكنيسة أثناسيوس بالبالي، وهكمان إن شاء الله نحاول نعرضها على الهواء. ربنا يبارك في خدمتكم ومحبتكم، ونسمع على طول ألحانكم الجميلة وكلامكم العذبة الحلوة في كل وقت وكل يعني عايز أقول كل جنينة وكل اجتماع. وربنا يحافظ عليكم حبيبي. ربنا يحفظ حياتك ويديمك هنوتك ويديمك للكنيسة كلها ولينا وكل شعبك، ويحفظ حياتك ويخليك لينا. معنا لسه؟ انا لا اوكي. طيب طيب انت قدسك تحب تسمع ايه منهم؟ هم قالوا انا صغير. سمعتها حلو. تعيش يا ابي، تعيش تعيش يا ابي. يقول يعني قول لنا حته كده من مرافي ارميه كده بتاع الجمعه الكبيره. ماشي ماشي. طيب يا اتسابونا، تعيش يا ابي. ربنا يدوم ابوتك يا ابونا ويحفظ حياتك يدينا نعمة عليك. نتعلم من قدسك ونتلمذ ونخدم تحت قدميك يعني ما نستاهلش. يا ابونا تعيش تعيش. شكرا يا اتسابونا على مدخلتك. سلام. تعيش يا ابي تعيش. طيب نقول لك جزء من مراسي المايك يا اخي. من مراسي ارمي النبي بركته على جميعنا. أنا هو الرجل الذي رأى المزلة، أتى علي بقضيب غضبه وقادني وصيرني في الظلمة لا في النور. والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس راسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدم. سيج علي حتى لا أخرج، ضعف ربطي ووثق سلسلتي، أدعوه فلم يستجب لي، وأصرخ إليه فلم يصر وصد صلاتي. سيج سبلي وأغلق طرق المسلوك، صار لي كأسد كامن في موضع مختفي. طاردني وصارعني وتركني هالكا، أو طرى قوسه وقامني هدفا ليلقي في سهامه. أدخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جرعني الحنظلة وأسكرني من العلقم، هتم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، وأبعد نفسي عن السلام
ونسيت خيراتي وباد أقلومي ورجائي من الرام. أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي. هذا ما تردده نفسي فيا وأشعر به في قلبي. من أجل ذلك أتمسك بمراحم الرب لأنه لم يتركني عنه، لأن رافاته لا تزول على ممر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا لأن رافاتك لا تفرغ، هي جديدة في كل صباح، وعظيم هو إيمانك. قالت نفسي نصيبي هو الرب، فلذلك أرجوه مجدا للثالوث الأقداس. جميل. يعني بتفكرنا بأيام حلوة، هو يعني لسه بدري عليها طبعا، بس أبونا دخلنا طبعا طبعا في أيام الصوم الكبير دي. أبونا أصله كتابي جدا، فيعني اختار لنا حاجة بقى من صميم الكتاب المقدس يعني. صحيح. الحقيقة أنا عجبت بحاجة في أبونا بشوي، اسمحي لي أقولها. اتفضل. طبعا حتى في قعداتنا يعني مع بعضنا، القعدات الخاصة لما يتكلم من الكتاب المقدس يتكلم بشواهد بمنتهى الدقة. دي صفة لفتت يعني انتباهي جدا. الحقيقة ربنا يديله نعمة وبركة أكتر وذاكرة فولاذية أكتر وأكتر، يعني الحاجات اللي حفظها زمان. صحيح. وده الحقيقة يعني ينم برضو عن حب للكتاب وعمق المقدس. في الكتاب المقدس يعني المقدس. زي ما بنقول في مصر كده، فلاح الكتاب المقدس يعني. نشكر ربنا، هو يحب ربنا يدينا نعمة ونستلمذ لابونا دايما ونعيش ونخدم تحت رجليه يعني. تعيش انت بركة، قوته لينا. انت بركة للكنيسة. تعيش تصلك. تعيش البركة فيكم. تعيش. تعيش. احنا وقتنا قرب يخلص، بس عايزين بقى لحن فرحي نختم بيه. الحقيقة يا تصوني انا متعصب للبابا كرولوس. طب خلاص. ما ينفعش قاعدة هي تخلص يعني. اللي بيقول لي لازم نرنم لابونا وحبيبنا. لازم تقولي معنا حاجة. واحنا هنقول ترنيمة للبابا كرولوس على نغمة معروفة للكل. طب اقول معا اسمع بس معاكم مش هقول لوحدي. كلهم مبسوطين في المايك بيقولوا لي ايوه عايزين نسمع حاجة لبابا كرولوس. وبعديها ممكن نبقى نختم بقى بترنيمة روحية فيها بهجة برضو. ماشي. علشان ماشي. تعيش يا تصوني. اتفضلي. احنا مش عايزين نقوم من عايزين نقعد نسمعك كده للصبح. تعيش يا تصوني. ده انا اخد بركة مستهيلش. ربنا يبارك فيك. تعيش يا معلم. اتفضل. انت على الدنيا دوس مشغول قوي بالفردوس، فوصلت لعبالنا صلي وصاد القدوس. عن الاحزان يمنع والابن الضليل رجع، من له اذنان يسمع زيك يا بابا كيرلوس. دي فضيلك قدامنا شمس ينور ليلنا، اسمك يا بابا كيرلوس في قلوبنا وعلى بالنا، جسدك بقى هيكلي الله اللي سكن فيه. سبت حمولك عالي وكان كل ما تتمنى. كنت على الدنيا تدوس مشغول قوي بالفردوس، فوصلت لعبالنا صلي قصاد القدوس. عن الأحزان يمنع والابن الضالي رجع، من له أذنان يسمع زيك يا بابا كيرلوس. زهدك في الدنيا مش محتاج توضيح، ياللي كرهت المدينة
وحبيت التسبيح في كل مساء وصباح بتصلي مع السواح والتعبان قلبه ارتاح بصلاتك للمسيح. وانت على الدنيا تدوس مشغول قوي بالفردوس فوصلت لعبالنا صلي قصاد القدوس عنا الأحزان يمنع والابن الضليل رجع ملمه أذنا يسمع زيك يا بابا كيرلو يا وديع القلب يا نور يا أبانا صلاتك سور حوالينا بيحمينا لما بحرنا بيصور أولادك بنهمك بتحبنا ونحبك وفرحنا عشان اسمك بقى في المجمع مذكور. وانت على الدنيا تدوس مشغول قوي بالفردوس فوصلت لعبالنا صلي قصاد القدوس عنا الأحزان يمنع والابن الضليل رجع ملمه أذنا يسمع زيك يا بابا كيرلو. وعشان يا سيدنا دعائك مستجاب فصلي لبلدنا تتفتح لها أبواب لبركة ورزق كتير وسلام ومحبة وخير وما يبقاش فيها فقير وما يبقاش فيها إرهاب. كنت على الدنيا دوس مشغول قوي بالفردوس فوصلت لعبالنا صلي قصاد القدس عنا الأحزان يمنع والابن الضليل رجع ملمه أذنا يسمع زيك يا بابا كيرلو. صلي الكنيستنا كمان للشعب في كل مكان للأديورة والرهبان للكهنة والخدام عايزين كنايسنا تكون محمية تكون في أمان والناس جوه الكنيسة وبرا يكونوا في سلام. كنت على الدنيا تدوس مشغول قوي بالفردوس فوصلت لعبالنا صلي قصاد القدس عنا الأحزان يمنع والابن الضليل رجع ملمه أذنا يسمع زيك يا بابا كيرلو. عيشوا وترنموا. عيش يا تصون سلام الرب ليه البابا كيرلس. أيوة. الحقيقة هو سبب كل فرح وكل سرور. صحيح. وكل سعادة. صحيح. في حياتي أنا بشكره جدا وبطلب صلواته. أمين. إنه يساندني وزي ما بتقول المديحة. إنه بصلواته ربنا يمنع عنا الأحزان. أمين. ويرجع كل ابن ضال. أمين. أجمل طلبة وأعظم طلبة نطلبها من أجل أي إنسان ده. بنحبه إن ربنا يجعل لي نصيب عن يمينه في اليوم الأخير. أمين. صحيح. يعني أجمل دعاء دعه لي أب كاهن سمعته في حياتي يعني قال لي ربنا يجعلك عمودا في هيكل إلهي. جميل. الحقيقة دي آية من سفر الرؤيا. أيوة. لكن أيوة. الحقيقة دعاء يعني خبط في قلبي قبل ما يخبط في ودني أو في فكري. فكل حياتنا الأرضية لما ندعي لحد بالنجاح ولا بالتوفيق. صحيح. ولا بالزواج ولا إن يكون عنده أولاد أمور وقتية هتنتهي يعني لكن الدعاء الحقيقي اللي بنطلبه لكل إنسان وأرجو أن السادة المشاهدين وحضرتك وأبونا يطلبوه من أجلي أنا أول الكل أن ربنا يديني توبة واستعداد وحياة وعشرة حقيقية معاه ويجعل لي نصيب عن يمينه يعني. أمين. كلنا بندعي نفسه ونصلي نفس الصلوة يا أخي. أمين. يا معلم. صحيح.
في حد من الكنترول بيقولوا عايزين حاجة لأبونا عبد المسيح. في حاجة دلوقتي معاك أو حافظ حاجة؟ مش أنا برضو عملت ألبومات كتير جدا لأبونا عبد المسيح بلديات إحنا. طيب. كلنا منيوية. ما هم الظاهر بقى. طبعا منيا عاملة شغل في كل مكان يعني. ميدن منيا دي يعني. استنبه. هو إحنا ممكن نقول أكسياس للعذراء والبابا أثناسيوس اللي احنا عايشين في رحابهم وضيوف عندهم وبعدين أبونا عبد المسيح خلاص. لكن هو يعذرني ان انا مش عندي ترانيم لاني طبعا يعني ذاكرتي لا تسع. اتفضل اتفضل نقول تصلي مع بعضنا كلنا. نختم بس في مكالمة هي بتتشفع بالبابا كيرولوس وعايزة تعمل مداخلة. اتفضلي. اهلا بيكي عايدة. اهلا بيكي عايدة اتفضلي. يعني موارة النهاردة الشاسي ربنا يخليك حبيبتي. واصوات بابا كيرولوس زود التنمينة دي خلتني بكيت لان انا معايا معجزة كبيرة قوي. تحبي تقوليها؟ احب اقولها. اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. أول حاجة حلمت بيه عطاك كان في إنسان جاي يتقدم لي فأنا رحت بقول له فقال لي لأ هي لأ يعني لأ فبقول له ده جنب ماما وأسأل على ماما وكده قال لأ هي لأ. بعديها دخلت جوه قال تعالى أنا عايزك قلت له نعم. عطاني بطاقتي الشخصية قال لي البطاقة دي كانت مقطوعة وأنا مزقتها لك. وبعدين خليك معايا؟ معاك يا ماما نسمعك. معاك سامعين. البطاقة الشخصية دي كانت مقطوعة وأنا نزلتها لي. وبعدين كده الشمعات أهم. وخد راسي وصلى لي تعرف خلاص كانت إيده جامدة قوي. قمت الصبح علمت الصليب والصابعة من هنا بابا بيقول لي إيه ده أنت كنت نايم على صليب؟ قلت له لا يا بابا مش هروح الشغل النهاردة هاخده عرضة. تاني بالليل حلمت بي أن اسمع الكلام تروح على عشان تسمع الكلام خذ ثلاث أوربانات دولار. خذي إيه؟ ثلاث أوربانات. ثلاث أوربانات. تمام. دول بتوعك أنت بتقول يعني معناها يعني هتتجوز ثلاث مرات. إيه.
بعديها حلمت ان هو قال لي انت هتسافري بلد بعيده اخر مره، وقال لي بصي شايف انا عندي بيك ازاي الجبل، انت مسافره بلد بعيده. مسافره في جبل. اي 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 عدينا جبل انا وهو. تمام. وانا فرحان قوي بيكم في 30 ثانك يو. بركه البابا كرولس تكون معاك وتسندك. شكرا يا حبيبتي. شكرا. احيان كتير بنسمع معجزات او نقراها في الكتب ممكن يكون وجهه نظرنا فيها مش قادرين نفهم القوة، لكن دايما الإنسان اللي بيعيش الحالة هو اللي بيكون أكتر واحد طبعاً مقدر إن دي معجزة وحصلت معاه فيه شيء من الإعجاز، يعني حصل معاه صلوات القديس اللي هو بيتشفع به. أمين. بركة أمين. البابا كرولس تسند الجميع. أمين أمين, أمين. القعدة معاكم جميلة ومش عايزة تخلصوني، ده احنا نفسنا نتلمذ ونتعلم منكم. لا ما تقولش كده، ده احنا نتعلم منكم. انا بشكركم بجد، نتعلم منكم كل حاجة حلوة وجميلة. ربنا يخليك يا فايز. صلونا دايما كتير، نفسنا إناءنا الفارغ ربنا يملاه بنعمته ويستخدمه المجد اسمه، يستخدمنا كلنا. امين امين. انا بشكركم بجد شكر كبير قوي قوي على محبتكم ووجودكم معايا النهارده. حبايبي المشاهدين بنشكركم، وان شاء الله نشوفكم على خير في حلقه قادمه من كلمه الحياه ان شاء الرب وعيشنا. الى اللقاء. Logos TV.